عقد الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا مؤتمرا صحفيا الذي عقده ظهر اليوم في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا وفي مستهل المؤتمر الصحفي للفريق، أعلن سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 عن أخذ الفريق الوطني للقاح كورونا اختياريا لدعم الجهود المبذولة من أجل حماية العاملين في الصفوف الأمامية.